قبلة مزعومة لوزيرة مغربية تثير جدلاً. صحيفة ذا أوستراليين الأسترالية نشرت مقالاً مرفوقاً بصورة الداعي فيه أن الوزيرة المغربية تعيش علاقة حب مع رجل أعمال الأسترالي يدعى أندرو فورست. تضمنت الصورة قبلة بين سيدة لا يظهر وجهها كانت رفقة رجل الأعمال الأسترالي. فورست هو ثاني أغنى رجل في أستراليا، يملك شركة فورتسكيو التي تعمل في مجال الطاقة، وهي من أكبر شركات الطاقة في العالم. طلق زوجته نيكولا فورست قبل عام بعد 31 عاماً من الزواج. بن علي استقبلت فورست ووفداً من شركة فورتسكيو في الرباط في فبراير 2023، كما أبرمت شركة فورتسكيو اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. الصحيفة الأسترالية التي استهدفت رجل الأعمال الأسترالي قالت أنه تجول مع السيدة التي ادعت أنها وزيرة في شارع دي فرانس بورجوا في الضفة اليمنى لنهر السين في باريس. وزارة الانتقال الطاقي أصدرت بياناً نفت فيه ما وصفته المنشور المسيء للصحيفة ذا أستراليين، والذي تم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية والوطنية. وقالت الوزيرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماماً، وأن الوزيرة ليلى بن علي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب تنفي نفياً قاطعاً وجازماً أي علاقة لها لا بالصورة كوزيرة مسؤولة في الحكومة، وتؤكد كامرأة وأم مغربية التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك، وأن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست الأولى، باعتبارها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح على خلفية عدم تحقيقها لمكاسب وأهداف معنية. وأكدت ليلى بن علي أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمار الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية. وسجلت ليلى بن علي بصفتها الشخصية والاعتبارية حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعاً عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أياً كان مركزه فاعلاً أصلياً أو مشاركاً أو مساهماً.